قال له الراجل انتوا دايما كده، ايوه انتوا خونه عايزينها خرابه عشان تسلموها الاعداء وتبيعوا ارضها. رد الشاب قال له حلو قوي، انت جيت في ملعبي. بقول لك يا حاج، ممكن تقول لي الخاين هو مين؟ مش الخاين احنا تربينا عن الخاين ده هو اللي يبيع الارض، هو اللي يبيع البلد؟ طب خد شوف ده بقى وقول لي ده ايه. السيسي وقع التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعوديه بحكم، لا اصبر، ده بعد ما حكمت محكمه مصريه بانها الجزيرتين مصريتين ومع ذلك سابهم للسعوديه. عندك حاجه تانية؟ ده السيسي وقع يا عم على سد النهضه عشان يبيع النيل كله، يبقى مين اللي خاين؟ قال له بس الارض، مش بس بالارض اللي باعها، ده اهم حاجه في مصر، يعني مصر بقت امان. قال له لا انت نسيت بس حكايه النيل، انه وقع على اتفاقيه سد النهضه وضيع حق مصر التاريخي في نهر النيل. افكرك بالفيديو ده وقول لي مين الخاين للبلد؟ اتفرج اهو. ايها الاخوه، ده يا حاج اللي حصل. قال له صابر ايوب ازيدك من الشعر بيت يا حاج. صابر الشاب قال له ازيدك من الشعر بيت واقول لك مين خان البلد وبيبيع فيها دلوقتي حته حته وارض ارض وشركه شركه؟ عبد الفتاح السيسي. يعني بعد ما سلم الجزيرتين وبعد ما وقع اتفاقيه سد النهضه اندار على شركات البلد بيبيعهم شركه شركه. افكرك بالمصانع والشركات اللي باعها للخليج. الامارات تستعد للاستحواذ على 5 جزر مصريه بينها الوراق واستثمارات تزيد 169 خلال سنه. اللي بعده بعد مثلث مسبير، وهذه خطه الامارات للسيطره على وسط القاهره. اللي بعده الامارات تستحوذ على شركات حكوميه في مصر. اللي بعده مفيش حاجه. السعوديه تستحوذ على شركات مصريه بمليارات الجنيهات. ايه يا حاج صابر؟ اجيب لك منين كلام يتقال عن الخيانه اكتر من كده؟ رد صابر وقال له لا احنا عايزين، يعني احنا كفايه ان السيسي ربنا بيخاف من ربنا ومش بيحط قرش في جيبه وشريف قوي وامين قوي. رد الشاب قال له بص يا حاج، تقدر تقول لي الشريف قوي والامين قوي ده بيبني قصور رئاسيه ليه؟ من جيبي وجيبك؟ قصور رئاسيه اتكلفت مليارات والبلد مليانه فقراء، ولا ليه بيشتري طياره رئاسيه ثمنها نص مليار دولار؟ يعني 10 مليار جنيه عشان يتفشخر بيها واحنا مش لاقيين لقمه؟ سيبك من لقمه، ده احنا مش لاقيين مدرسه يا راجل. المدارس مليانه عيال وبيتقال لها اقعد يا ابني في البيت عشان المدرسه مليانه عيال ومالكش مكان. في الوقت اللي هو بيبني فيه قصور ويشتري طياره رئاسيه وبيبني سجون. ادي الخبر يا حاج صابر، طائره رئاسيه جديده بمصر بنصف مليار دولار وانتقادات وسط انتقادات. وده غير القصور اللي في العالمين، اهو مصر تشتري 4 طائرات رئاسيه فاخره بقيمه 300 مليون يورو عشان ولاده ينبسطوا ويتفسحوا، هو عشان نفسه. طب ماشي، انت بتتكلم في ثوره ومظاهرات، هيجي بقى يقول لك مين البديل؟ انا مش شايف اي بديل يا راجل. لو بتتكلم على البديل، في بدائل كتيره جدا، بس محدش يقدر ينزل قدام الجنرال، لانه الحقيقه قفلها ضبه مفتاح وقال لك اللي يقرب من الكرسي ده هشيله من على وش الارض شيل. افكرك بالسيسي؟ اللي هيقرب من الفاسدين من الكرسي ده يحذر مني. محدش يقول الكلام ده خالص، مش كده؟ لا انا كنت عارف كويس قوي الصالح. ده يا حاج اللي قال لك اللي هيقرب هشيله من على الارض شيل، ده راجل ممكن تشوف فيه معاه مستقبل؟ وانت شايف ازاي اللي قربوا ناحيه الكرسي اعتقلوا، من رئيس اركان لضابط صغير لرئيس حزب لمرشح سابق لرئيس وزراء سابق، كله اتحبس وتحددت اقامته واجبروا على انهم يقعدوا في البيت. اللي ناوي يترشح يسكت، والا اللي هيترشح قصاده كانوا عبره. اتفرج، ادي بقى اللي ترشحوا قصاده. حمدين صباحي احنا عارفينه كومبارس، موسى مصطفى موسى احنا عارفين ان هو كومبارس، اما اللي ترشحوا بجد فده اللي حصل لهم. عبد المنعم فتوح معتقل من فبراير 18، احمد قنصوه معتقل من ديسمبر 17، سامي عنان معتقل من يناير 2018، احمد شفيق ممنوع من الظهور سياسيا. دول البدايل، دول اللي كانت بدايل، لكن دول الكومبارسات اللي هيقرب منها هشيله من على وش الارض شيل، وده اللي حصل. هل ده معاه مستقبل؟